ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيلة يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ أبو سلمة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ أنت ناسي عمل إيه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى أصول الكار إنك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده أنا عاوز تبقى كبير يعني. أنا لا عايز أبقى كبير ولا عايز أبقى صغير، من النهاردة كل واحد فينا يعرف شمس البلد وتطلع منين. خسارة. على كده على طول، كل ما يتزنق يخلع. معلش، اصبري عليها مطر بكرة يعني. الحكاية بوخت قوي يا معلم. أنا لا بقيت حمل لخبطة براءة ولا حمل ألغازك. أنا بقى عايز أعرف راسي من رجليا في الليلة دي. صبر يا مطر. أيوة، يعني ناوي تعمل إيه؟ شفاعة. روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك، وأعرف إذا كان قال حاجة وقع بحاجة. وما ترجعليش إلا وأنت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعة. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. ما قلتلك الصبر يا مطرة. الله، هو السمع بقى بعافية ولا حاجة؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم اخبية. ما تهدي نفسك شوية يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوة والنتيل. سكر عليك. سوري. بيت يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قروكو. فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر. اهو هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو هوى 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 لغاية ما تشعلي. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحده، وربنا ما هو لوحده، ده كل الحجارة ولعت. بقولك ايه يا بنت؟ نعم. ما تمسح فيه ظهري شوية عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجالة. انا هسيبك على فوق حضر القعدة. خلاص. عين عليكي، بنت متعاونة، بس محتاجة مجهود. لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت وامشي الرجالة.